السلام عليكم ومساكم الله بالخير في هذه الأمسية لمنتدى الثقافة في بريطانيا. ضيفت أمسيتنا لهذا اليوم الكاتبة العراقية الناقدة الأستاذة المعروفة نادية هناوي، وهي تحاضر لنا في منتدانا الثقافي لأول مرة، وأتمنى من كل قلبي أن تستمر هذه العلاقة مع الدكتورة نادية. الحقيقة دكتورة نادية هناوي من الأسماء النقدية المثقفة المعروفة في الوسط العراقي الأكاديمي والوسط العربي الأكاديمي، ونحن نتشرف بأن تكون ضيفتنا لهذا اليوم في موضوع مهم من مواضيع الثقافة العراقية والعربية، ألا وهو قراءة جديدة للدكتور علي الوردي ولمؤلفاته. أعرف أولاً لدقائق بالأستاذة الدكتورة نادية هناوي، هي أستاذة النقد ونظريات السرد وعلم الجمال في كلية التربية في الجامعة المستنصرية ببغداد، وهي عضو استشاري في مركز الفارابي للدراسات الآسيو أوروبية في إسطنبول، ولها عشرات الدراسات والبحوث والمقالات في مجلات عراقية وعربية مختلفة وفي الصحافة الثقافية. والدكتورة نادي هناوي هي عضو الهيئات الاستشارية لبعض المجلات العربية الثقافية والعراقية الرصينة، وقد فازت بجائزة الجامعة المستنصرية للعلوم والآداب عام 2018، لها من الكتب ما يقرب من 20 كتابا، ومنها موسوعة السرد العربي معاينات نقدية ومراجعات تاريخية صدر في عام 2019، السرد القابض في التاريخ ونحو نظرية عابرة للأجناس في عام 2020، وقصة القصة دراسة ميثودولوجية في جريان القصة العراقية من المنابع إلى المصبات، وصدر هذا الكتاب في عام 2021. إذن يسرنا أن نلتقيك دكتورة نادية، وأهلا وسهلا بك في هذه المحاضرة التي عنونتها بالدكتور علي الوردي قراءة جديدة، وأن ننتظر هذه القراءة منك دكتورة نادية. أهلا وسهلا، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا دكتور عامر على هذا التقديم، وبدء لابد أن أشكر منتدى الثقافة في بريطانيا على دعوته الكريمة هذه المحاضرة، ويعني أنا أثمن كثيرا ما يقدمه المنتدى من محاضرات أسبوعية تساهم في يعني إشاعة روح المعرفة، وأيضا تعمل على تفعيل الحراك الثقافي وتنشيطه، لا سيما خلال فترة يعني الوباء وأزمة كورونا. في البدء الحديث عن الدكتور دكتورة نادية، تفتحين المايكروفون بلا زحمة؟ نعم الآن. نعم تفضلي. قلت أن الدكتور علي الوردي يشكل أو حاز على يعني مكانة علمية وثقافية وأيضا شعبية كبيرة في الأوساط العراقية والعربية، وشاع اسمه وذاع صيته بشكل لا يختلف عليه، وهو في هذا يعني الآن نحن على أعقاب العقد الثالث تقريبا من وفاته، وما زال اسمه لا ينافسه اسم آخر في ميدان يعني الشهرة والذيوع، وهو يعني دارت حولها دراسات كثيرة وتناولها الباحثون، واختلف إزاءه بعضهم وأيده آخرون، وهذا الاختلاف وهذا الحراك هو بالعموم نستطيع أن نقول أنه جعل من علي الوردي ظاهرة واضحة في المجتمع العراقي. لكن مع هذه يعني مع هذا الصيت ومع هذه الشهرة
أعتقد أن من الضروري لنا أن نخضع كثير من الثوابت والمسائل التي يعني اعتدناها وصرنا نتداولها بشكل يعني كأنها مسلمات، تحتاج منا إلى إعادة مراجعة، تحتاج منا إلى إعادة قراءة، لأن في إعادة القراءة وفي المراجعة ربما نكتشف مناطق معرفية معتمة أو ربما ناقصة أو فيها أشياء تسهم في تفعيل يعني التفكير وتحرك المياه الراكدة، وبالتالي تنشط حركة البحث العلمي. وهذا هو دين العلم، يعني العلم لا يقف عند حافة واحدة، لا بد لنا من أن يعني نقرأ ونراجع ومن ثم يعني نستقي هذه، يعني نكتشف الأشياء ربما من زوايا قد لا تبدو لنا في معترك الحياة ونحن في المسائل ونسير مع الثوابت. الدكتور علي الوردي عقلية كبيرة، يعني اعتمد البرهنة، اعتمد التخصصية، امتاز بالتطبيق، عرف كيف يوظف النظريات الغربية التي استقاها يعني من دراسته في الغرب، و ظواهره، واكتشف لنا أشياء يعني مسائل أو في هذا التوجه. نجد أن هناك أشياء تدفعنا إلى أن نقف عندها، وها مرجعيات الدكتور علي الوردي. هل كشف لنا الدكتور علي الوردي عن مرجعياته الحقيقية وهو ينظر وهو يشخص وهو يعالج، ويعني هل فعلا كشف المرجعيات؟ الحقيقة واحدة من المسلمات التي لا يختلف عليها كثيرون هي أن الدكتور علي الوردي مؤسس علم الاجتماع العراقي، وأنه هو الذي أسس قسم الاجتماع في جامعة بغداد، وأن على يد رات هذا القسم وحدد نظامه وهو ما زال معمولا به اليوم. لكننا لو عدنا إلى المرحلة الأولى التي بدأ فيها علي الوردي في توجه نحو ميدان البحث والتخصص في المجال البحثي وحصوله على المنحة الدراسية إلى أمريكا واختياره لطروحته للدكتوراه، سنجد أنه لم يكن الأول، لأن هناك عالمين عراقيين سبقاه في التخصص هذا. أولهما الدكتور عبد الفتاح إبراهيم الذي يعني في ثلاثينيات القرن الماضي تقريبا درس في أمريكا أيضا وتخصص في علم الاجتماع، وهو مؤلف كتاب مهم جدا، هو كتاب على طريق الهند، الكتاب الذي يكشف لنا عن عقلية بحثية تعرف كيف توظف علم الاجتماع في إطار تاريخي سياسي. الثاني، العالم الثاني العراقي هو الدكتور محسن مهدي، والدكتور محسن مهدي سبق الدكتور الوردي بعامين أو ثلاث في الحصول على الدكتوراه، وأعتقد أنه زامنه أو لنقل زامله ربما في دراسته في جامعة شيكاغو. محسن مهدي اختار دراسته للدكتوراه في موضوعة ابن خلدون، وتخصص في فلسفة ابن خلدون، وكان عنوان أطروحته فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، وهي أول دراسة تتناول فلسفة التاريخ وليس علم التاريخ. والدكتور الوردي موضوعه أو أطروحته للدكتوراه كانت أيضا في ابن خلدون، ولكن في إطار محدد هو علم اجتماع المعرفة. والدكتور محسن مهدي يعني كان له صيت يعني منطقيا، حتى لو لم تكن معلوماتي في هذا دقيقة، ولكن منطقيا أن تكون هذه المراحل، يعني عام 54 الدكتور محسن مهدي يحصل على الدكتوراه في ابن خلدون، والدكتور علي الوردي في هذا التاريخ هو أيضا طالب في قسم علم الاجتماع في جامعة شيكاغو. من الطبيعي أن يكون قد سمع به أنه عراقي، لكن الوردي
عاد إلى العراق ومعه شهادة في علم في اجتماع المعرفة وليس علم الاجتماع، بينما بقي الدكتور محسن مهدي في أمريكا. وطبعا هناك شق طريقا يعني وامتلك باعا كبيرا في البحث، بحيث أنه يعني سطع نجمه بين الأوساط الغربية واحتل يعني أمكنة يعني مهمة في مراكز بحثية مهمة في أمريكا. لكن الدكتور علي الوردي عاد إلى العراق، ماذا فعل؟ حين عاد إلى العراق أخذ يؤلف ويكتب في الخمسينيات، قمة نشاطه يعني البحثي كان في الخمسينيات ومنتصف الستينيات، ألف كتبا مهمة جمعت بين علم النفس وعلم الاجتماع، بمعنى أن تخصصه الذي هو في علم اجتماع المعرفة لم يقتصر عليه وحده، إنما جمع معه علم النفس، فكان أقرب إلى علم النفس الاجتماعي. وكتب في أول كتاب له هو شخصية الفرد العراقي، وعام تقريبا 51 أو 52. ثم من بعده أيضا ألف كتبا أخرى كلها تصب في باب علم النفس الاجتماعي. هل ذكر الدكتور محسن مهدي، هل أشار إلى أنه أن له يعني أثرا فيه أو أن لمرجعياته أثر في أن يتفاعل معها ويسير على هديها؟ الجواب كلا، وذلك لأنه يعني ما ذكره إلا في عام 65 حين ألف كتابه منطق ابن خلدون، وفيه ذكر في المقدمة وبشكل عابر أنه بالصدفة يعني اطلع على كتاب في اللغة الإنجليزية مطبوع في بريطانيا لباحث عراقي هكذا اسمه محسن مهدي، والأطروحة أو الكتاب عفوا ما قال الأطروحة، قال كتاب يتناول ابن خلدون، وأنه اختلف معه في أن طبعا الدكتور محسن مهدي يعد ابن خلدون امتداد للفكر الأرسطي ولموقف من العقل، أما الدكتور الوردي فيرى أن ابن خلدون انقلب على الأرسطية يعني العقل والمنطق الأرسطي واتخذ له خطا آخر، وهو في هذا التخالف مع محسن مهدي، لكنه لم يشر إلى أن محسن مهدي يعني متخصص في علم الاجتماع وأنه سبقه في هذا الميدان وأن له بعض. هذا واحدة من المرجعيات. الشيء الآخر أننا إذا وقفنا عند القضايا والمسميات والمفاهيم التي اشترحها علي الوردي ويعني فاجأ بها الوسط العلمي والوسط الثقافي العراقي حول الشخصية العراقية، شخصية الفرد العراقي، قضايا التناشز، قضايا البداوة والحضارة، قضية يعني الازدواجية، قضية التعاين، قضايا أخرى، هو في هذه كلها يعني ليست أشياء ليست جديدة، إنما هي في الغرب أكل الدهر عليها وشرب، هي تعود إلى أوغست فون مؤسس علم الاجتماع ونظريات أخرى يعني وظفها الدكتور علي الوردي وطبقها على واقعنا العراقي. هو له فضل، نعم له فضل أن يعني يحول هذه النظريات إلى واقع عملي وبالتالي يخضع المجتمع العراقي إليها ويكتشف من خلالها بعض أمراض هذا المجتمع، لكنه لم يقل أن مثل هذه التصورات ليست له، وأن الأساس النظري لها والمرجعية الأساسية لها يعني تعود إلى الغرب وتعود إلى فلان وفلان، هذا لا نجده في كتاباته. وكتاباته في الأساس يعني حتى يعني إحالاته تبقى يعني هو ضنين فيها، ضنين في الكشف عنها ويعني تعريف القارئ بها. يضاف إلى هذا أنه امتلك موهبة أدبية، يعني كان له أسلوب كتابي مميز ومقدرة يعني كتابية شيقة،
حتى في محاضراته الشفوية يعني كانت له شخصية واضحة في كيفية صياغة الأفكار بطريقة سردية. يعني أنا أجد أن يعني مخيلة الدكتور علي الوردي مخيلة سردية، بعض القصص التي يأتي بها لكي يمثل على مسائل يريد يعني تحليلها والحديث عنها نجده يعرف كيف يأتي بالقصة ويعرف كيف يصوغها. أحيانا هذه القصص ليست من الواقع، يعني ليست حقيقية، إنما هو يعني ينسجها من عنديات خياله ويأتي بها إلينا فتشوقنا وتدفعنا إلى أن نتابعه وأن نتأثر به. وكان هذا جزء مهم من نجاح علي الوردي، يعني نجاحه في هذه المقدرة الأدبية، وهو طبعا كان ذا باع في اللغة وفي الأدب ودخل في مناقشات، يعني مناقشات وأيضا في يعني مجادلات مع علماء ومع كتاب أو كتب الأدباء، يعني هم في الأصل أدباء، اختلف معهم حول مسائل الشعر، حول مسائل القافية القصيدة، وله فيها بعض الأفكار أو بعض الآراء التي هو فيها يبدو نزقا بعض الشيء، وفي بعض الأحيان تطغى عليه التعميمية. وهذا طبعا المسائل ربما لا يكفي الوقت أن نأتي ونمثل بها، ولكن في الحقيقة يعني له بعض التعابير التي تجعله يبتعد عن الموضوعية التي ينبغي أن يتحلى بها الباحث العلمي ويدخل في إطار أدبي مثل ما قلنا. وهذه كانت تحسب له بالحقيقة، لأنها كانت تولد تأثيرا بين الناس وتدفع الناس إلى قراءة كتبه والتأثر به. يعني هو العقل الجمعي كان يخاطب العقل الشعبي الحقيقة، ومخاطبته للعقل الشعبي دفعته إلى أن يبتعد عن جانب الفكر ويدخل في منطقة الـ يعني الـ لنقول منطقة البحث. يعني علي الوردي الحقيقة باحث، ومن يقول أن علي الوردي مفكر والبعض يغالي ويقول هو فيلسوف، أنا أعتقد أنه مخطئ. علي الوردي ليس مفكرا ولا هو فيلسوف، وإنما هو يعني باحث أدب، هكذا أنا أتصوره. لماذا هو ليس مفكرا؟ لأن المفكر معني بالمسائل والظواهر العامة والتجريدية، يعني المفكر لا يحتاج إلى أن يمثل، لا يحتاج إلى أن يأتي إلى الواقع وينزل إلى يوميات الشارع وينقل لنا مسائل لكي يقرب لنا الفكرة التي يريد التعبير عنها. هو لا، المفكر يطرح الفكرة ويعبر ويتأمل ويقول، ولكنه لا ينزل إلى يعني الواقع ويشتق. لهذا هو يعني علي الوردي في الحقيقة كان في هذا الاتجاه باحثا. الفلسفة الإسلامية التي درسها الدكتور علي الوردي وتعمقه أيضا في نظرية أو نظريتين من نظريات علم الاجتماع دفعته إلى أن يعني يكتب، وكتب مؤلفات، لكنه وصل يعني تقريبا مع نهاية العقد الستينيات تقريبا وصل إلى مرحلة وجد فيها أن ما اعتمده لم يكن كافيا لأن يدرس هذا المجتمع ويكشف خفاياه، لذلك ترك حقيقة ترك هذا الميدان وراح إلى ميدان جديد هو ميدان التاريخ، ووضع أو انشغل بمشروع استغرق منه تقريبا يعني العمر المتبقي منه، العمر البحثي يعني العمر الكتابي له، فبقي يكتب فيه 10 سنوات، وأعني بذلك كتابه لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. هذا الكتاب الذي أراد فيه أن يزاوج ما بين علم الاجتماع وعلم التاريخ، والحقيقة هو في هذا أيضا ليس سباقا أو سابقا أو هكذا يعني رياضيا، إنما هي محاولة مقاربة لمحاولة الدكتور عبد الفتاح إبراهيم حين وضع كتابه على طريقة، لكن على يعني طبعا على طريقة الدكتور الوردي في أنه لا يذكر المرجعيات الأساسية التي يستقي منها كثيرا من أفكاره، نجده يعني يكتب كتابه لمحات اجتماعية. ولكن الذي يقارن ما بين النهج الذي تبعه عبد الفتاح إبراهيم
والنهج الذي اتبعه الوردي سيجد أن عبد الفتاح إبراهيم كان مخلصاً لعلم الاجتماع، مخلصاً للنظرة الاجتماعية أو ما يسمى علم الاجتماع الكلي، بينما الدكتور الوردي غرته مسائل التاريخ، غرته المذكرات والوثائق والمسائل الأرشيفية. ومن يقرأ يعني هذا الكتاب، طبعاً هو كبير الحقيقة، لمحات اجتماعية، هو يعني تقريباً 6 أجزاء ب8 مجلدات، والكتاب استغرق منه أكثر من 10 سنوات، وبعدها ما ألف الوردي كتاباً. قال هو هكذا وعد على أنه سوف يؤلف كتاباً يمثل حلم حياته وهو في الطبيعة البشرية، ولكنه لم ينفذ ذلك، يعني ما لم يكتب شيء، بمعنى أن التاريخ استهواه بشكل كبير، حتى أنه استنفذ منه قدراته التي كان يتمتع بها من قبل أن يباشر بهذا المشروع الكبير والمهم. فكتب تاريخ العراق، لكنه كتبه مثل ما قلنا يعني بكتابة فيها مسائل كثيرة. أحاول يعني أن أختصر بعضا من الأشياء التي يعني جاء بها هذا الكتاب، أو المسائل التي وقف عندها ويتبين فيها أن الوردي يعني كان مهتما بمقولات التاريخ، مهتما بمسائل الأرشفة أكثر من اهتمامه بتحليل الظواهر الاجتماعية. يعني هو يقف كثير من المسائل، كثير من الواقع، كان المفروض أن يعني أن يقول رأيه الاجتماعي، أن يحللها، لكننا نجده تأخذه تارة من المسائل الأيديولوجية، وتارة تأخذه مسائل يعني المسائل الخاصة بقضايا يعني علم النفس، أو مسائل ربما فيها شيء من الانفعال، أو مسائل يعني عاطفية. أقول مثلا يعني من الأمور التي يمكن أن نجدها في هذا الكتاب، مسائل مثلا نقف عند مسألة الدين، وهو طبعا أنا يعني بالحقيقة الجزء الخامس من الكتاب تحديدا، وهو خاص بثورة 20، أعتقد أن هذا الكتاب عينة مناسبة لكل جزء يعني أجزاء الكتاب الأخرى، منها نستطيع أن يعني نضع أمامنا تصورا عاما للمنهجية التي كان علي الوردي يعتمدها في تأليف هذا الكتاب، يعني مسائل الدين، مسألة المرأة، مسألة الطبقات أو ما سماهم بالأفندية، مسائل تتعلق ب يعني قضايا رجال، يعني رجال ثورة 20، وهل أن الثورة ثورة أم أنها كانت يعني إرثا بدويا، شأنها شأن أي مشاحنة أو مشادة تحصل بين العشائر، ولا وكأننا يعني وكأن الثورة لم تكن أمام يعني ناس أو أمام يعني احتلال محتل أجنبي، علما أنه ما كان يعني طبعا في هذا الجزء، أنا تتبعت هذا الجزء الخامس تحديدا من كتاب لمحات اجتماعية، ما وجدته يستعمل كلمة محتل ولا احتلال إطلاقا، يستعمل كلمة إنجليز، وهو في مقدمة الكتاب يقول أنا سأتبع الموضوعية وسأكون موضوعيا، وقد يحسب علي هذه الموضوعية واتهمونني بالخيانة، لكن الذي يكون موضوعيا ينبغي أن يكون على الطرفين، يعني موضوعيته تتوزع على الطرفين، على الطرف على الشعب المحتل وعلى المحتل الأجنبي، لكننا بالحقيقة نجده في الأغلب يقف مع الاحتلال، حتى أنه ما لا يسمي دخول الإنجليز للعراق احتلال، هو يقول يعني ولا يؤمن بالسياسة، بمقولة أن سياستهم في أن فرق تسر، يعني لا يقول بها، ويجد لها تخريجات أو تبريرات معينة، ويعني حتى المنشورات التي تأتي من خارج العراق وتحرض على الثورة يراها دعايات وإشاعات، لا يرى وراءها روحا وطنية، لا يلمس أو لا يشير إلى أن هناك حسا يعني وطنيا يدفع هؤلاء الثوار إلى أن يقاوموا،
يعني لما تبدأ الثورة، شرارة الثورة تبدأ في تلعفر على سبيل المثال، ويهجم الثوار على مركز الشرطة، ويعني يحرث المسألة، يقول هنا نهب، صار نهب وسلب. فما هو نهب وسلب من أجل يعني هل هذا يعني يمكن أن يفسر على أنه نهب وسلب؟ هذه نظرة الشخص الذي ينظر من زاوية ويترك الزاوية الأخرى. يعني حتى أنه يعني لا يحاسب الضباط الإنجليز حينما يعني يعتدون على عراقي، أو حينما يقومون بفعل معين تجده يقف إلى جانبه. كم من المواقف نجد فيها الوردي يأخذ بكلام المستيل من دون أن يشكك فيه، بينما لما يأتي إلى قيادات الثورة في بغداد، إخ داود، أحمد داود، أو يعني سليمان فيضي أو غيرهم، نراه يصدقها حين تتهمهم بالخيانة، بينما لا يصدقهم هم حين يتحدثون عن المستيل. وهذا أعتقد أنه أيضا يعني يضع تساؤلات، يضع علامات استفهام، يعني أنه لماذا لا يرى الوردي في ثورة العشرين ثورة يعني حقيقية نشأت عن يعني أبعاد أو إحساس الإنسان العراقي يعني حقه، وأن عليه أن يطرد الأجنبي. مسائل المرأة ونظرة الوردي للمرأة، طبعا هو رجل متحرر وأفكاره يعني تشير إلى أن له عقلية علمية، ويعني طلع على ما فيه، وخاصة وطبعا هو له أيضا رؤية الماركسية، رؤية رائعة يعني حقيقة، لكن مع هذا نجده يعني في كتاباته عن المرأة وتصوره لها لا يخالف النظرة الذكورية العامة. يعني هو ينظر لها كهامش، هامش غير فاعل. حتى المواقف التي ينقلها عن ثورة العشرين، واللي فيها أيضا المرأة شاركت وقدمت يعني أفعال بطولية معينة، نجده ينظر لها من زاوية كأنها ليست هي الفاعل المحرض، وكأنها هي بالعكس يعني موقفها موقف سلبي لا تؤثر. يعني حتى أنه لا يذكر أسماء النساء اللواتي أشاد هو ببعض مواقفهن، يذكر اسم العشيرة أو يذكر اسم زوجها، ولكن لا يذكر اسمها هي، كنوع من انتقاص المرأة وعدم الاعتراف بقيمتها أو أهميتها. أيضا يعني حتى أنه لما أنا يعني الآن أستحضر الواقعة شارع الحيدر خانة، شارع الحيدر خانة قتل فيه شخص بدهس، ويعني دهس، وصارت من وراء هذا يعني شرارة مهمة انتفض فيها الناس ضد الإنجليز. فصبيحة الشيخ داود هي ابنة الشيخ أحمد داود، وهي طبعا ناشطة نسوية ومحامية، ومن العقليات الحقيقة النسوية المبكرة، يعني في وقت مبكر كانت تحمل فكرة نسوية رائعة. هذه المرأة ذكرت أن أمها كانت واحدة من النسوة اللائي ذهبنا إلى المسبل واحتججنا على يعني اعتقال أزواجهن، بينما الدكتور الوردي يذكر الحادثة بطريقة أخرى، يبعد عنها هذا الفعل الوطني ولا يشير، مع أنه باحث وكان عليه أن يذهب إلى جميع المصادر التي تتناول هذا الحدث التاريخي حتى يستطيع أن يعطينا لمحات اجتماعية عن هذا الحدث، بينما نراه يعني يقتصر على مذكرات المستيل ومذكرات ويلسون ومذكرات لجمن. وبالمناسبة هذه المذكرات طبعا يحيل عليها في الهامش، لكنه لا يحيل إلى يعني مظانها الحقيقية، يعطينا لها هكذا فقط. يعني ثم أننا نتساءل يعني كيف وصلت هذه الوثائق إلى الدكتور الوردي؟ هل يعني حصل عليها بطريقة شخصية، أم أن يعني وزارة الخارجية مثلا كانت سببا في يعني وصوله إليها؟ يعني هذا أيضا بقي سرا لم يكشف لنا عنه الوردي، بالإضافة إلى هذا يعني الإحجام عن ذكر المرجعيات ذكرا دقيقا وواضحا. الحقيقة أنا يعني الكثير في هذا الجانب أستطيع أن أقوله، وأيضا تشكيك في رجال الدين، وتشكيك في الشعراء، تشكيك في المعلمين. يعني هؤلاء بالنسبة له كلهم كانوا
يعني وهم طبعا كانوا فاعلين في قيام ثورة العشرين، يرى أن وراءهم دوافع طائفية، يرى وراءهم دوافع التغيير. يعني مثلا يقول عن الأب أنستاسمار الكرملي، يقول هذا كان في عهد الاحتلال، عهد العثماني، كان يكتب الجريدة ويقول صوته، ولما جاء الإنجليز أيضا وضع الجريدة وصار صوتا له. هذا يعني غريب. أو مثلا لما المغني الموصلي لما جاء من الموصل إلى الأعظمية لكي يشارك في شرارة الثورة التي انطلقت في رمضان في بغداد، ويتعجب يقول يعني كيف هو يأتي ويزور الأكاديمية ويذهب الأعظمية وترى الموقف المولد جنبا إلى جنب التعزية. يعني هل يستكثر يعني مسألة وحدة الصف إزاء المحتل، أم أنه يعني يفترض أن يعني هذه الطائفية يعني سمة لابد أن تكون في المجتمع وسمة سلبية؟ طبعا هذا يقودني أيضا إلى مسألة جدا، وهي لماذا قمع الاجتماعيون، الباحثين الاجتماعيون الذين تامنوا على الورد مثل عبد الفتاح إبراهيم، عبد الجليل الطاهر، آخرين، بينما هو بقي يكتب ويطبع وينشر من دون أن يثير أي ضجة، ما كانت السلطات تتصادى معه. طبعا أنا أقول أن الذي يكشف سلبيات المجتمع ويعني يقلل من قيمة يعني الفرد العراقي، ويعني يؤكد أو هكذا يبحث عن سلبيات المجتمع، هذا يعني من الطبيعي أن ترضى السلطة. السلطات هي تريد الشعب يعني بلا جدوى، بلا اتقاد، تريد من يكشف سلبيات الواقع العراقي، يكشف هذا يعني الحديث، يعني علاقة الفرد بالمجتمع وعلاقة المجتمع بالفرد تتحدد عند الوردي في إطار الأمراض، في إطار السلبيات. يعني ما نجده يكتب بطريقة تشعل الجدوى داخل المجتمع العراقي، بينما كتابات عبد الفتاح إبراهيم بالعكس كانت يعني كانت روحات تحمل أبعادا يعني توعوية، أبعاد ثورية، ومن ثم قمع وحضرت كتبه. حتى الإحالة على كتب عبد الفتاح إبراهيم كانت ممنوعة زمن في الأنظمة الرجعية السابقة، بينما علي الوردي يعني استمر، وخاصة طبعا في مشروعه هذا الذي ظل يطبع الأجزاء وينشر، وما كان لأحد ليقف ضده، لأننا كما قلنا يعني يساير ما تريده السلطات، يبحث في النتائج ولا يتعمق في المسببات. يعني أنا أأتي مثلا إلى، لنفرض أنني أمامي طلاب مثلا، وأأتي وأكسر معنوياتهم وأخرب جميع القدرات ولا أكشف لهم عن أي طاقة يمتلكونها، بالتأكيد سيكونون سلبيين وستكون يعني إحساس الفرد بذاته مضعضعة، بعكس ذاك الذي يستنهض الهمة ويستنهض العزيمة ويكشف عن طاقات الواحد منا، وكيف بإمكان هذه الطاقة أن تتفاعل مع طاقات أخرى وتنتج يعني تغييرات جذرية داخل المجتمع العراقي. هذه تأثيرات طبعا الحقيقة يعني ربما الوردي لم يكن يتقصدها تقصدا، ولكن هكذا صارت الأمور، فنال هو الشهرة، نال المجد وعلى اسمه وارتفع صيته، بينما الحقيقيون التقدميون الذين أرادوا أن للمجتمع الخير وأرادوا له قمعوا و يعني ابتعدوا عن الساحة ولم تسلط عليهم الأضواء. حتى أنني لما كتبت مثلا عن دكتور محسن المهدي وعن عبد الفتاح إبراهيم ما كان أحد يعني يعرفهم، مع أن هؤلاء أناس كبار. يعني تصوروا أن عبد الفتاح إبراهيم كتب كتابه على طريق الهند عام 1932 ونفذت النسخة في أشهر، فاضطر إلى إعادة طباعته عام 1935. تصوروا عام يعني ثلاثينيات القرن الماضي والناس لديها وعي بالفكر،
بالوعي، وهي تحتاج إلى من ينمي فيها هذا الوعي، وطبعا العلماء المفكرين، العلماء أو اللي نقول الذين لهم خاصة من الأكاديميين بالتأكيد لهم دور في أن يستنهضوا المجتمع ويوجهوه التوجيه الصحيح والحقيقي. هذا يعني أنا يعني ربما مسائل أخرى، لكني حقيقة إذا كان الدكتور عامر يعني لدي وقت أن نعم أكو خمس دقائق أخرى دكتورة نادية، والحديث ذو شجون. شكرا جزيلا. الله يسلمك، شكرا جزيلا. أنا فقط يعني أريد أن أذكر نقطة مهمة، وهي أن الدكتور علي الوردي كان بارعا في صناعة اللوم، يعني أقصد بصناعة اللوم يعني أنه كان يعني يحاول أن يشعرنا بقصور موجود داخلنا. هذه طبعا المسائل يعني مثلا مسألة التناشز ومسألة الاستواء، هي الآن أي فرد يعني حتى ومتوسط الثقافة حينما تقول لك نعم نحن شخصيتنا العراقية ازدواجية، ما هذه هي الطبيعة البشرية، جميعنا في كل الأماكن في كل الأزمان هي طبيعتهم هكذا، يعني لديهم تناشز، لديهم ازدواجية، يعني ما هي خاصة بالمجتمع العراقي. يعني لما يتحدث مثلا الوردي عن الحجاب وعن المرأة يقول السبب في حجابها أو أن الحجاب هو سبب في الشذوذ الجنسي عند العراقي، بينما هو يعني بالحقيقة يعني في هذا يتبلى، يعني هو الحجاب ما له علاقة يعني بالمسألة. ما هي في أوروبا المتحضرة أو اللي نقول المتحررة والحرية موجودة، لكن هذه الظاهرة موجودة، الشذوذ موجود في أوروبا، هل أيضا حجاب؟ لماذا يلقي المسألة على المرأة ويحاول أن يعني يجعلها سببا في مسألة هي ليست لها يد فيها؟ ثم أيضا الذين خالفوا الورد يعني بيّنوا له مسائل معينة، يعني خالفه مثلا المفكر علي الشوك، مثلا صادق البلادي، عبد الجليل الطاهر، كتبوا، كانت ردوده عليهم تارة يعني لا يشير بشكل مباشر، وتارة أخرى نجده يتغاضى. يعني أنا مثلا وجدت مؤيد الياس البكر يذكره، يقول هذا من جامعة الموصل انتقدني كذا، لكنه لا يقول لنا بأي شيء انتقده وهو وماذا كان رده عليه، لا يذكر هذا الأمر. آخر شيء أعتقد أنكم تعرفون هذه الحادثة، أن صادق البلادي ذكر للوردي مرجعا عن أنجلز، فجاء علي الوردي إلى مكان عمل صادق البلادي وقال له قل لي هذا ما هو هذا المصدر، فقال له كذا، قال لا أنا لم أطلع عليه. هنا نتساءل هل فعلا علي الوردي لم يطلع على هذا المرجع، وهو يعني بكتب عن الماركسية وعن مسائل، حتى في مناقشته طبعا لنابكوف يعني بدأ ضليعا في المسألة، قفت الآن الكهرباء، بدأ ضليعا في المسألة. فلماذا يعني ما الذي أو ما يعني لماذا حينما يوضع في منطقة يعني منطقة التصادي أو منطقة الجدال نجده ينسحب ولا يدخل بشكل كبير؟ يعني الحقيقة أتمنى لا أكون قد أخذت كثيرا وقت، وطبعا انطفأت الكهرباء لهذا الوقت الكاميرا. شكرا لك. نعم نعم نعم، شكرا شكرا. طيب عندك فكرة شو وقت يرجع الكهرباء؟ الآن لحظات. طيب شكرا جزيلا. ودائما احنا لذلك يعني نتطلع لمقالاتك ومحاضراتك دكتورة نادية، لأن أنت تطرحين الرأي الآخر، الرؤية الجديدة بعمق وبتحليل، وهذا مهم جدا في علم الاجتماع حال العلوم الأخرى، في العلوم الإنسانية وفي العلوم الصرفة هناك حاجة للنقد وهناك حاجة للتعمق في المعاني ودراسة ما بين السطور.
والرجل الراحل الدكتور علي الوردي كان له فضل الباحث الذي بحث وجمع المعلومات عن مجتمعه الذي يعيش فيه، وأصر على نفسه العودة من أمريكا إلى العراق ليدرس هذا المجتمع ويفيد شعبه وناسه. طبعا ملاحظات كثيرة، وشكرا لك على ما أثرتي من ملاحظات مهمة جدا. وهناك طبعا الكتاب أيضا، كتابك الثمين في هذا الموضوع. طيب أنا أفتح باب النقاش والسؤال. الأخوة والأخوات الموجودين، شكرا لكم لحضوركم هذا اليوم، والمايكروفونات تقدرون تفتحون المايكروفون للسؤال، وعندنا يوزر، عندنا زوم يوزر، تفضل يعرف نفسه وأهلا وسهلا، تفضل يفتح المايكروفون الأخ زوم يوزر مكتوب، تفضل. نعم محمد عبد الهاد من السويد. اهلا وسهلا. مرحبا. كيف الصحة دكتور؟ اهلا ومرحبا. اهلا وسهلا اخي. انا الحقيقه عندي بس موضوعين اريد اتحدث بها اتناقش بها الاخت الدكتوره. اول شيء اللي هو، وانت سيد العارفين كطبيب وتعرف هاي، أن التشخيص الصحيح للمرض هو نص العلاج. نعم. وهذا الحقيقة أنا أعتقد أنه دكتور علي الوردي في كباحث شخص هواية من الظواهر الاجتماعية في المجتمع العراقي، والحقيقة الراسخة واللي ثابتة أنه الأعداء أيضاً استفادوا من هذه الظواهر الاجتماعية البارزة في المجتمع العراقي. احنا عندنا نعرف بالحرب المعلومات، وعندنا ما يسمى مرات نسميها الوار جيم، اذا احد من الاخوة يعرف بها هذه موضوعة الوار جيم، انه بحرب المعلومات يختارون انه كل مجتمع شكوا من ظواهر يقدرون أنه يثيروها ويعملون بها. علي الوردي شخص في المجتمع العراقي قال أنه العراقيون أناس غير متدينين وإنما طائفيون أو طائفيين. هذا الفاكتور دخل في معادلة الوار جيم، استخدموها الأمريكان علينا في 2003. هذا شيء اللي احنا هسه مثقفين او الناس اللي نقول احنا عليهم دارسين او اطباء او اساتذة، من تجي يما من جانب الطائفي يرجع إلى الاتجاه الطائفي مالته، ينسى أنه هو تأثيره بالمجتمع وتأثيره لهذا. هذا معناه أنه كيف أنه الدكتور علي الوردي شخصها في هذه الظاهرة من زمن بعيد. هاي واحدة. أما موضوعة الحجاب اللي ذكرتها الدكتورة، فما أعتقد أنه ذكر أنه انه الحجاب هو من اسباب من يعني اسباب الشذوذ، وانما هو احد اسباب الشذوذ. واحنا هاي لامسيها. انا بالنسبه ان احنا بالكليه كانوا بنات ويانا زميلاتنا والهذي، مفروض عليهم كان انه يلبسن الحجاب والهذي، تجي للكليه تنزع للحجاب وتعمل الاشياء اللي بالعكس، يعني لو جايب مثل الباقيات كل هذه، الضغط الاجتماعي عليها انه فارضين عليها الحجاب. هذا مو احد اسباب الشذوذ اللي احنا بدنا نحكي عليها. فاحنا لن ناخذ الاشياء بالاشياء اللي ذكرتها الاخت. حقيقه انا بالنسبه لي يعني دكتور علي الوردي استاذ عالم، بالعكس حلل الشخصيه العراقيه بصوره صحيحه، ووضع هواية من
الأشياء اللي تربط بها على الشخصية العراقية. يعني نعرف أنه وإحنا لامسيها لمس اليد إحنا ك يعني البداوة ما موجودة، لا البداوة موجودة. نعم. طيب شكرا أستاذ عبد الهادي، شكرا جزيلا. نعم. وصلت الرسالة. وأنا أجمع، إذا تتفضل دكتورة نادية تسمح لي أنه أجمع سؤالين آخرين وبعدين نطلع لك في الجواب. عندنا باسم المغفر، تفضل دكتور. شكرا جزيلا. شكرا السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا هو الموضوع جميل جدا حقيقة، وأعتقد يعني يحتاج وقت كلش هواية، يا ريت له حلقة ثانية وثالثة ورابعة. شكرا للأستاذة المحترمة في إبداء رأيها على الموضوع. طبعا هو موضوع كبير جدا يعني، بس أنا عندي انتقاد على فكرة انتقادك نفسها، يعني إذا تسمحين أخليها في 3-4-5 نقاط، وممكن يمكن تردين علي لاحقا. قبل ما أذكر النقاط اللي ينتقد بها رأيك في الموضوع، بس أؤكد على الأخ زوم يوزر اللي قبلها قال أنه يستخدمون المعلومات بالور جيم. صحيح، وأذكرك أنه أكو صحفية أمريكية التقت مع صدام حسين يمكن 86-87، سلته سؤال، قالت له عندكم أحد العلماء قال أنه الشخصية العراقية مزدوجة، هذا مذكورة حقيقة، أكد لك على النقطة هاي. أنا بس أجي للأخت الملاحظة الأولى، حضرتك قلت أنه الأستاذ علي الوردي المرحوم، طبعا هو أبو زميلنا دكتور إحسان، أبو إحسان، ذكرتي قلتي أنه اتجه نحو التاريخ، وهذا أول انتقاد إلي على انتقادك، لأنه حقيقة هو ما اتجه للتاريخ، هو فسر الأحداث التاريخية من خلال نظرة اجتماعية. يعني حتى موضوع اللمحات الاجتماعية، الكلمة نفسها لمحات، اللمحات هو مو موضوع تاريخي، هو جاي يحكي تاريخ هو حقيقة، وإنما النظرية اللي استخدمها هو في تحليل الشخصية العراقية، وهي أعتقد جاية من مقدمة ابن خلدون صراع البداوة والحضارة، أخذ تاريخ الوطن العراق على 5 قرون، ثم ذكر الحدث التاريخي وذكر التأثير الاجتماعي. فاللمحات الاجتماعية هو حقيقة هو تحليل اجتماعي لأحداث تاريخية، هو هذا وهذا هذا هو هذا مصلب الموضوع، هو مصلب الموضوع. تختصر باسم. أي بس هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأخت ذكرت على قضية الثورة 20 والهذا، وذكرت أنه ما ذكرت أحداث، والرجل ذكر قال أنه الشعب العراقي ما كان ناضج ذاك الفترة، يعني حتى يستوعب معنى الاحتلال، معنى الوطنية، معنى الوحدة وما شابه ذلك، لازم هو جاي كنتيجة لوضع اجتماعي بدوي سابق أو تاريخي سابق عثماني حقيقة. وأنا دي نقاط 3 بس، حضرتك يمكن مستعجل بالموضوع. نعم. بس النقطة الثالثة الأخيرة، هو ما انتقد زملاء الآخرين، انتقدهم من نقطة أساسية بأنهم هم تحولوا إلى خلينا نقول الأسلوب الخطاب التوجيهي وليس النقدي، هو هذا كان اعتراضه على زملاء الآخرين اللي كانوا يفسرون أحداث التاريخ في التاريخ العراقي بأنهم كانوا توجيهيين خطباء وليس ناقدين. إلك المايك. شكرا جزيلا. شكرا دكتور باسم المظفر. نأتي على الأستاذ حميد الخاقاني، تفضل الأستاذ حميد. تفتح الميكروفون بلا زحمة. طيب، أولا يعني شكرا للدكتورة نادية هناوي على هذه المحاضرة اللي انطوت على معلومات وتشخيصات كثيرة، ليس بالضرورة طبعا أن نتوافق عليها أو معها جميعا. يعني طبعا باحث كبير مثل علي الوردي له نتاج واسع وكبير، لا يعني أن يخلو من مناطق أو من اجتهادات ينبغي انتقادها أو الإشارة إلى مواطن خلل فيها. والدكتورة نادية حاولت أيضا أن تشير إلى هذه الأشياء وبحماس أيضا كما لاحظت. أكو 3 أشياء تقريبا أثارت انتباهي يعني في هذه المحاضرة. واحدة منها عندما تناولت قضية ثورة 20 وآراء فيها، وحتى الموقف من المرأة والاتجاه الطائفي
اللي ممكن يكون يعني يستشف من كتاباته في هذا الشأن، وأشارت إلى بعض الأحداث التي جرت فيما بعد، وخاصة حادثة صبيحة الشيخ داود أو يعني أمها أو كذا، انتقلت إلى حالة هي يستشف منها تشكيك بوطنية علي الوردي، لأنه أرضى السلطات في إبراز الجوانب السلبية في هذا المجتمع ولم يكن موضوعيا في كل الأشياء. طبعا ممكن أن لا يكون موضوعيا، ممكن أن يكون هو أغفل بعض الأشياء، ولذلك العالم يستكمل جهده من خلال النقد الموجه له. لكن الذهاب إلى التشكيك بوطنية باحث مثل علي الوردي، هو لم يكن مهتم بالسياسة في الحقيقة، يعني كان يعتقد أن الانصراف إلى البحث العلمي بحسنه وربما بضعيفه هو الميدان الأساس الذي ينبغي أن يشتغل عليه. وهذا يضع فرق بينه وبين عبد الفتاح إبراهيم مثلا. عبد الفتاح إبراهيم منذ البدء عند انتماء سياسي وانتماء فكري يجعله في صف اليسار حتى في وقت مبكر، ولذلك النقد السياسي ونقد الأجنبي يعني المحتل أو الغازي أو المستغل يبرز في كتاباته منها. في حين علي الوردي تقديري أنا كان المهم عنده حسب اجتهاده أن يكشف لنا عيوب هذا المجتمع وعناصر ضعفه. نعم. من ضمنها الازدواجية. طيب شكراً أستاذ حميد، وصلت فقط نقطة واحدة أكمل. دقيقة واحدة رجاءً. أنا أقول أن هذه الازدواجية هي تختلف عما سمت السيد الدكتورة نادية الازدواجية في الغرب. بالحقيقة في الغرب أغلب الناس على الأقل أنا بالمكان اللي عايش فيه لا يكذبون، هم صادقون، في حين احنا عندنا الازدواجية بوجهين يعني واضحة جدا، الرجل يكذب على المرأة وقد تضطر المرأة للكذب على الرجل وهكذا. وأكو عناصر تجليات لهذه الازدواجية كثيرة، وهذه الازدواجية سببها أن المجتمعات التي لا يتمتع أهلها بحرية كاملة يقولون آراءه وينتقدون ما ينبغي نقده يصبحون ازدواجيين، وهذا نجده في بلاد العرب خاصة، وأنا أستطيع أن أتحدث عن هذا كثيرا لدي. حتى عندما ينتقل العربي إلى الغرب يظل ازدواجيا في موقفه من المرأة، يعني إذا كانت طالبة عربية هنا تجلس على طاولة مع طالب زميلها أجنبي ينتقدها العربي ويشطبها، ولكن هو يذهب إلى العديد من النساء في هذا البلد يوميا إلى امرأة. نعم. هذه تجلي الازدواجية مرعب يعني. شكرا جزيلا مفهومة. شكرا أستاذ خاقاني. نعم هكذا إذن دكتورة نادية تثيرين زوبعة من الآراء، وهناك من كتب أيضا في الشات، وهذا هو ما ينبغي على الباحث والمتخصص أن يثيره الحقيقة. نحن بأمس الحاجة إلى قراءات جديدة لمفكرين ومثقفين عبر التاريخ العربي والعراقي. دكتورة نادية لك الميكروفون، تفضلي. طبعا أنا أشكر جميع الأخوة السادة المداخلين، أكيد يعني شخصية مثل يعني شخصية علي الوردي ووضع بحث في هذا الإطار هو لوحده يعني مجازفة، والباحث يعني في هذا الميدان عليه أن يتحمل وزر هذه المجازفة. ليس سهلا أنك يعني تغير بعض القناعات أو التصورات، وبعضها ربما أنا يعني لم الوقت لا يسعفني لكي أضع السائل مثل ما يعني حدثتها وبحثت عنها وتوصلت إليها، لم أقل ذلك يعني من عنديات. لكن مع هذا نقول أن ما أسسه الوردي كان ينبغي أن يبنى عليه. لو كان الوردي قد أسس بناء علميا موضوعيا وكان له فيه يعني
بصمة أو لنقل يعني رؤية نظرية واضحة، وكان له فكر كما يقال، يعني فكر قائم بذاته، لبنى عليه الذين أتوا من بعده، بنوا على فكرة، ولا أن يعني يأخذ المجال شيء آخر. يعني بالعكس، هذا الفكر تجمد، ترسخ، تصنم، وصرنا يعني هكذا ننظر له وكأنه مسلمات. وهذا هو يعني الخطر المهم. يعني أنا أعتقد أن ما أنجزه الوردي نعم مهم وجيد، وهو طرح أفكار وقال أشياء وأثارت اهتمام ويعني ولدت مسائل أخرى، لكننا يعني نبقى نتساءل هل هذا الذي يعني انتهى إليه الوردي هو نهاية العلم؟ هل ما قاله يعني نقف عنده ونسلم؟ لماذا لا نحرك الروافد ونعيد النظر فيها مجددا؟ لماذا الآن الوردي ينظر له وكأنه يعني لا بعده ولا قبله؟ لماذا صار بمثابة حجر عثرة تقريبا؟ يعني صار بمثابة حجر عثرة أمام البحث الاجتماعي. يعني الآن من الباحثين من يستطيع أن يتجاوز الوردي؟ كأنه الوردي يعني صار يعني بأفكاره بآرائه بهذا. ربما طبعا هو ربما يكون محظوظ انه اول من يعني من شخص في المجتمع العراقي مسائل وانتهى، ولكن في هذا المجتمع ايضا مسائل جديده. نحن الان في يعني مرحله تاريخيه جديده، اين باحثونا الاجتماعيون لكي يكشفوا لنا عن مظاهر جديده في مجتمعنا؟ ام ان المظاهر هي نفسها التي يعني اشرها الوردي؟ ام ان عقليه الوردي وانجازيه الوردي التهليل والتمجيد الذي حظي به الورد أصبح يعني مكتفا لأيدينا يمنعنا من أن يعني أن نقول شيء؟ طبعا أكثر الآراء بالحقيقة كانت مع الوردي سائرة للموجود، وأنا يعني الأستاذ محمد عبد الهادي ذكر مسألة الطائفية. في الحقيقة أنا في كتابي عن يعني نقائص ونقائض علي الوردي وقفت عند مسائل بعينها وتلمست فيها كيف أن الوردي يعني مؤمن أن الطائفية يعني الطائفية حاصلة حتى وإن كانت الأوضاع السياسية أو يعني وضع مثل ثورة 20 العراقيين ويوحدهم إزاء يعني المحتل. ومسألة يعني الأستاذ باسم ذكر كتاب لمحات اجتماعية، نعم هكذا قال في المقدمة، مقدمة الجزء الأول من الكتاب، أنه سوف سيجمع ما بين التاريخ وعلم الاجتماع ويوظف ما الوقائع التاريخية بطريقة اجتماعية، لكن الذي يتعمق فيما كتبه لن يجد ذلك، سيجد أن الأرشفة والتوثيق غلبت عليه من حيث يدري أو لا يدري، لكن الذي يقرأ ويتعمق ويدقق في المنهجية التي اعتمدها الوردي سيجده منشدا إلى التاريخ، بحيث أن يعني أنا يعني ذاكرة لا تسعفني الآن أن أتذكر بالضبط القصص والقضايا التي ذكرها الوقاع عن ثورة 20 وتركها من دون أن يقول لنا فيها تفسيرا اجتماعيا، من دون أن يعطينا فيها رأيا اجتماعيا. فحقيقة هي يعني القول ب يعني بأن الأفكار نهائية وأن ما وصل إليه الوردي قطعي، وأن العراقيين هم قبل الثورة بعد الثورة في أوائل القرن العشرين والآن هم نفسهم، هذه مسألة أعتقد تحتاج إلى إعادة نظر، إعادة قراءة مثل ما قلت، وليس يعني شرطا في إعادة القراءة أن نتخالف أو أن نتعارض، لكن هي المهم أنها يعني تحرك ويعني تعيد المسائل، تفككها لنقول بالفكرة الجرادية، يعني تفكك المسائل، تشكك فيها، ثم يعاد تركيبها من جديد، ولعلنا عند إعادة تركيبنا لنا لها سنجد أن الأمر مختلف عما كانت عليه قبلها. وطبعا بالتأكيد أنا أشكرهم على آرائهم، وأنا سأخذها بنظر الاعتبار بالتأكيد، وأتملى في
بعض ما قلته وبعض ما قاله. نعم شكرا شكرا دكتورة نادية. طبعا نحن لا نشكك بالتأكيد جوابا للأستاذ حميد الخاقاني بوطنية الرحل. هذا ليس قول أي أحد، لا يجرؤ إنسان أن يشكك بوطنية باحث كبير كالدكتور علي الوردي. طيب هناك أسئلة أخرى أنا لابد أن أجذب الانتباه، لأن المجلات الثقافية العربية ومنها مجلة الفيصل السعودية المعروفة خصصت عددا كاملا في ملفها في قبل أشهر قليلة لموضوع البحث العربي في علم الاجتماع، وكيف أن العرب يعانون من نقص فظيع في موضوعة البحث الاجتماعي، كيف يجب أن يكون، ومقارنة مع الدراسات الاجتماعية في الغرب في أوروبا وفي أمريكا، مقارنة بالحال الاجتماعي العربي. وأيضا الأستاذ أعتقد الخاقاني طرح موضوعة الديمقراطية وموضوع النظم السياسية وعلاقة ذلك بالدراسات الاجتماعية. ولا بد لي أن أذكر وأذكر الأخوة الحضور والدكتورة نادية بما حصل للشاب الإيطالي الذي زار مصر العربية وهو يسأل عن نقابات العمال ويسأل العمال ويريد أن يقوم بدراسة الدكتوراه في مصر، وبعد الاتفاق بين الجامعة في إيطاليا والجامعة المصرية وما حصل له، وكلنا نعلم بما حصل لهذا الطالب أيضا وهو موضوع مهم. فإذا البحوث الاجتماعية يا إما تكون سرية غير معلنة عربيا يا إما تكون يعني غير صحيحة لإقناع المسؤول الإداري أو الوزير أو الرئيس وهكذا، وبالتالي تؤدي بنا إلى نتائج خطيرة. وأنا أتفق مع الأخوة ولعل الدكتورة نادي أيضا تتفق أن الأعداء يستفيدون من البحوث وطبعا من آراء. في الحقيقة هذا صراع دولي، والآن الكثير يعتمدون على دراسات العلماء، علماء الاجتماع وعلماء الطب وغيرها من صنوف العلوم إنسانية وعلوم صرفة في الحصول على المعلومات. المعلومات هي ذهب العصر، وبالتأكيد هي التنافس العالمي قائم على المعلومات أيضا، ومعلومات الوردي كانت مهمة جدا على المجتمع العراقي. طيب هناك آراء أخرى دكتورة إذا عندك مجال 10 دقائق. هناك دكتور رضوان ضياء الدين، ورضوان حاضر في موضوع الاجتماع من جامعة الكوفة. تفضل أخي رضوان. تفضل. دكتور رضوان، إذا عنده صعوبة دكتور رضوان أرجع لك بعدين. عندي الدكتورة يسرى جرجيس، تفضلي. ألو، مرحبا. أهلا وسهلا. طبعا أنا أشكر الأستاذة على المحاضرة القيمة، وأنا حقيقة أعطتني معلومات جديدة. يعني أنا ما يصح لي أقرأ غير في مجالي وهو الطب، يعني أعتمد على المحاضرات لكسب الثقافة العامة. بس اللي أعرفه بأنه علي الوردي أيضا كان ممنوع خلال فترة، يعني كان صدام حسين، وخصوصا كتابه هو وعاظ السلاطين، هي نوهت بأنه غيره منع وهو كان يعني متداول. فاللي أعرفه هو كان أصلا ممنوع يعني أيضا، خصوصا هذا الكتاب. الشيء الثاني اللي أريد أعرفه، يعني واحد من الحضور أيضا هم يمكن تربوي، هو علي الوردي هو انتقد يعني أو أظهر السلبيات في المجتمع العراقي. طبعا كل مجتمع بيه سلبيات وبيه إيجابيات، هو شنو الفائدة بعدين منه استفاد من هاي النقطة كعراقي؟ يعني هل حدثنا المناهج مثلا، يعني خلينا الناس مثلا تلغي التفكير الطائفية أو تلغي مثلا يعني أشياء اللي ذكرها السلبيات، هل حدثت المناهج في الإعدادية في المتوسطة في الابتدائية؟ لو بس مجرد يعني هواء في شبك، يعني هذا وحكى وسك وما حد رد عليه وانتهت القضية، استفادوا منه الأعداء بس نحن ما استفدنا. فأريد أعرف يعني ممكن جواب. شكرا شكرا جزيلا دكتورة إسراء. أرجع لدكتور رضوان إذا كنت معانا، تفتح الميكروفون تفضل. إذا لم يستطع دكتور رضوان عندنا. نعم دكتور. تفضل دكتور رضوان. معكم مساء الخير على الجميع.
مساء الخير. شكرا جزيلا دكتورة نادية على هذه المحاضرة وعلى هذه القراءة الجديدة لشخصية الدكتور علي الوردي. شخصيا أرى أن الدراسة تحتاج، يعني القراءة الجديدة تحتاج إلى منهج، لأن إحنا عندنا منهج خاص في علم الاجتماع، موجود عندهم منهج خاص في علم الاجتماع، لذلك حينما نريد أن ننقد شخصية يجب أن يكون لدينا منهج خاص. إضافة إلى ذلك أنه أنا لست مع القراءة القداسية لعلي الوردي ولست مع القراءة التفريطية لعلي الوردي. علي الوردي كان ابن زمانه وكان ابن بيئته، لذلك إحنا نحتاج في دراسة علي الوردي أن نحلل البيئة، إضافة إلى عوامل التأثر والتأثير اللي تأثرت علي الوردي، أنه كان متأثر جدا بابن خلدون في مقدمته. لذلك حينما نقول أنه تأثر بالتاريخ، نعم هو تأثر بالتاريخ لأنه جعل من التاريخ علامات لدراسة المجتمع. لكن علي الوردي نعم تسجل عليه نقاط ضعف، منها أنه لم يكن موفقا جدا في نقده للأدباء في كتاب أسطورة الأدب الرفيع، وهذا ما جرى عليه ويلات من قبل الأدباء، وجرى عليه ويلات أيضا من قبل الفلاسفة الذين وصفهم في أبراجهم العاجية. أريد أن أقول التالي، أنه حينما نريد أن ننقد علي الوردي أو غير علي الوردي من الأساتذة أو من الباحثين، نحتاج إلى منهج واضح. إضافة إلى قضية الحجاب اللي أضافتها الدكتورة، هو لم يقول أن الحجاب كان سبباً للشذوذ، وإنما ذهب، طبعاً هذا ذكرها في كتابة وعاظ السلاطين، في بدايات كتابة وعاظ السلاطين ذكر أن عوامل الكبت الاجتماعي هي ما تدفع إلى الشذوذ. شكرا جزيلا لكم، وشكرا جزيلا دكتور عامر على هذه المحاضرة. شكرا دكتور رضوان من جامعة الكوفة، أشكرك جدا. معنا الأستاذ عمر المشداني، تفضل. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم. تحية طيبة حقيقة للأستاذة نادية، أنا سعيد جدا بأن هناك طرح يرفع هالة التقديس عن كثير من الشخصيات، ليس طعنا فيهم لكن حتى نستطيع أن نتعامل مع موروثهم ونتاجهم، نتعامل معه بموضوعية أكثر. أنا عندي سؤالين حقيقة. الأستاذة نادية عرضت بشكل سريع أو بدون الدخول بتفاصيل، استطاع الوردي أن يحظى بهذا الدعم والقبول في فترة ربما لم يحظى بها آخرون، سواء من نفس العلم أو من علم آخر، رغم تعاقب الأنظمة وتعاقب الحكومات وتعاقب الانقلابات في التاريخ العراقي. أتكلم من الخمسينات صعودا عندما بدأت منتجات الوردي في الظهور، وحتى وفاته رحمه الله في منتصف التسعينات. فلماذا، يعني كيف تفسر أستاذة نادية هذه الحالة؟ الأمر الثاني في موضوع الشدة أو القسوة التي استعملها الوردي في تحليل المجتمع العراقي والانتقادة لطبيعة الشخصية العراقية، هل، وهنا أسأل أيضا ست نادية، هل سقط الوردي ضحية يعني ماذا نقول، هيمنة سلطة الثقافة الغالبة في وقت الثقافة الغربية التي قد يكون تأثر فيها خلال سنوات دراسته؟ الرجل يعني يحمل فكر ويحمل أيديولوجيا علمانية واضحة، سواء يعني في نظرته إلى الدين ورجاله أو المسألة التي يعني أثيرت الآن، قضية الحجاب أو غير ذلك. فهل هذا السبب تأثر بثقافة غربية كان ينظر لها بطريقة نظرته إلى المجتمع العراقي من منطلق هذه النظرة؟ ومع الشكر الجزيل على هذه المحاضرة القيمة. شكرا دكتور عمر، بوركت. إذن دكتورة نادية المايكي لك، نبدأ من الإجابة عن الدكتورة يسرى. نعم هي في الحقيقة الدكتور وردي من السبعينات إلى الثمانينات هو يعني انشغل بكتابة مشروعة عن لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. هذا الكتاب وصل به إلى الجزء السادس وانتهى في الثمانينات حين بدأ حكم البعث وصارح يعني الحكم الأوحد، هو تعطل أو لنقل توقف إبداعيا، يعني ما أنجز شيء. والذي يطالع كتاباته والمقالات التي نشرت له كانت تنشر بين فترات متباعدة، وهي ما كانت تضيف كثيرا إلى
ما كان قد قدمه في الخمسينيات والستينيات. يعني العمر الإبداعي لعلي الوردي أعتقد أنه وقف مع نهاية آخر جزء من كتاب لمحات اجتماعية، ومن ثم ما كانت للسلطة يعني أن تكون ضده أو تكون معه، لأنه أصلا يعني تقريبا يعني توقف عن الإنتاج. يعني هذا فيما يتعلق بكتابه وعاد السلاطين كان ممنوع أو لا. طبعا هذه بالعكس، هذه رفعت من شأن الوردي وصارت كتبه مطلوبة لأنها ممنوعة وصارت الطبعات كثيرة، حتى أن آخرين بدأوا يقتبسون من كتب من هنا وهناك ويضعون عليها اسم الوردي، وإذا بها تسوق بطريقة يعني مربحة. فكانت المسألة يعني لجانبه وليس ضد. أما من حيث السلبيات التي كتبها الوردي، نعم احنا قلنا هو كان يبحث عن النتائج ولا يدخل في المسببات، وبحثه في النتائج مثل ما قلنا كشف لنا عن سلبيات لكننا لم نجد معالجات، وبالتالي ما يعني هذا الذي وضعه الوردي يعني ما وجدنا من جاء وبنى عليه، إنما هو كان له سبق لأنها كانت أصلاً هذه الظواهر موجودة، وهو تخصص وكانت له معرفة بالنظريات، ما جاء للمجتمع العراقي وجدها وكتب عنها، ومن ثم يعني له ميدان يكشف عنها، وربما لو كان أحد يعني قبله كشف عنها هذه صارت يعني معتادة. فيما يتعلق بمنهج يعني لابد دكتور روضوان عن وجود منهج في الانتقاد، أنا في الحقيقة ناقدة، يعني لست متخصصة في علم الاجتماع، لكنني أعرف أن العلوم اليوم متداخلة، وأنك لا تستطيع أن تضع حداً بين علم وعلم آخر، والتداخل في العلوم يكسب الباحث يعني مزايا من هذا العلم وذاك، يمكنه أن أن يضع يده على قضايا قد لا يجدها في تخصصه يعني المستقل والوحيد. هذا التداخل في العلوم أمر يعني موجود، ونحن الآن نعيش في مرحلة عابرة، في مرحلة ما بعد عولمية، والتداخل يعني معتمد. أما مسألة الإفراط والتفريط في انتقاد الوردي، فأنا في الحقيقة يعني هذه الفسحة الصغيرة من الكلام معكم ومحاولتي أن ألوم بأغلب الأفكار التي أريد أن أطرحها لا تتيح لي الفرصة أن أضع يدي على مسائل يعني التي وضعتها في كتابي وشخصتها ويعني اعتمدت فيها منهجية يعني. وأنا الحمد لله يعني حين أكتب برؤية يعني في لا أعتمد الانفعالية ولا يعني أقف عند يعني المسائل المقالية أو الإنشائية، إنما يعني أضع لها منهجيتها. طبعا الوردي كان يمكن له أن يكون مفكرا، وكان يمكن له أن ينتج لنا فلسفة لو أنه تخلى عن مسألة التمثيلات ولم يشغل باله كثيرا في التطبيقات، ويعني اعتمد التجريد بالنظر إلى مسائل الواقع العراقي، لكنه طبعا بقي في حدود البحث الذي يعني يوظف فيه البعد النظري زائدا البعد التطبيقي. الدكتور أيضا سألن يعني المتحدث الآخر قال استطاع أو كيف أميز كيف أفسر تميزه عن الآخرين ممن جايلوه. أنا أقول أن الحظ يلعب دورا كبيرا. نعم الحظ ربما هي مسألة قد تبدو غير علمية لكنها في الحقيقة علمية، يعني هو نفسه تحدث عن التعين والتعاين ومسائل الباراسيكولوجيا، وهو في آخر أوقات حياته يعني قال أنا يعني لو كان لي الوقت متاح لتخصصت في الباراسايكولوجي. لاحظ يعني مرات المسائل تأتي هكذا تعطي لشخص ما أكثر مما يستحقه يعني تمنع آخرا من أن يكون له ما ينبغي أن يكون له، ومن ثم هكذا هي موازين الحياة، يعني الأقدار توزع مرات يعني بطريقة قدرية. يعني فالدكتور الوردي تهيأت له ظروف وتوفرت له مسائل وكسب بها الحظ، وبالتالي على صوته وارتفع اسمه أكثر من آخرين يعني ضاهوه في يعني أيضا أبعادهم الفكرية والمعرفية. وهل سقط الوردي ضحية الهيمنة السلطة الثقافية؟ يعني أنا لا أقول ضحية، لماذا؟ بالعكس يعني هو
قال وطرح وأقواله وأراءه انتشرت واتسعت وتوسعت لكن لم يبنى عليه. وأنا هنا أؤكد على مسألة البناء، يعني العالم من يعني بقي علمه متواصلا وبني عليه ولم يعني يقف سقف البحث عنده. وبالتالي يعني أحدهم هكذا قال من أحد الدعاوى التي تقال في تصميم الوردي أن لا نسل من بعد، وأنه يعني أننا الآن نعيش في زمن عقم لا وجود لمن يعني ينتج ويعني يأتي بجديد. نعم. العفو دكتورة نادية، الأخ عمر المشهداني سأل عن سلطة الثقافة الغربية، هل تأثر علي الوردي بسلطة الثقافة الغربية؟ نعم. والله لا، أنا يعني قرأت له بحثا عن يعني من أروع ما يكون، كتب عن زيارته لأحد الدول يعني الاشتراكية ولاحظ ما فيها من ماركس يعني من رؤية أو تطور وكذا، فتحدث في مسائل تبدو يبدو عليها أنه يماشي أو هكذا يعني يعترف بأن للشيوعية وللفكر الاشتراكي يعني مسائل وحسنات. ولكن هو في جانب آخر نجده ميالا إلى يعني التصورات الغربية، ولا سيما يعني الدراسات التي هو استند عليها وبنى عليها أبحاثه من الأساتذة الذين تتلمذ على يدهم يعني من الأمريكان تحديدا، يعني بهذا الفكر ربما الفلسفة البراغماتية. وأنا أيضا وجدت في إحدى كتبه كان تأثير الفلسفة البراغماتية واضح عليه، وتحديدا ربما في أحد كتبه يعني لا يسعفني الآن لا أتذكره، ولكن كانت الفلسفة البراغماتية واضحة على فكرة دكتور الوردي. نعم، شكرا جزيلا. ونستنتج ممكن دكتور باسم دكتور باسم تفضل دكتور باسم. شكرا. حقيقة أنا بس جواب لبعض الأخوة يقولون ليش أنهم لم يبنى على نظرية علي الوردي. يعني أنا تفسير الوضع أنه نظرية علي الوردي ظهرت بالخمسينات وتصاعدت إلى خلينا نقول السبعينات، كلها كان جو مضطرب سياسيا، ما كان هناك نظام سياسي يستطيع أن يبني يستخدم النظريات في بناء مجتمع، فالمجتمع كان كله مضطربا. فهذا هو هذا الجواب على هاي النقطة. النقطة الثانية بس أقدر أقول النقطة أخرى إلى الزميل المحترم، هو حقيقة ردا على كلمتك وانتقادك بأن الرجل كان محظوظا وآخرين يمكن كبتوهم وهو برز وما شابه ذلك. القصة مو هيك يا أختي العزيزة. أنا أتصور هنالك الرجل أنتج نظرية تحليلية. هاي النقطة، نظرية تحليلية عملية أعطت تفسير لكثير من الأحداث. المشكلة اللي حد الآن من الخمسينات إلى الآن 60 سنة 70 سنة لم تظهر نظرية اجتماعية عراقية أخرى تفسر الأحداث تستطيع أن توازي النظرية العلية الوردية. هذا ما أعتقد هو الجواب. شكرا جزيلا. شكرا. يعني أعقب على كلامك أستاذ باسم، لو كانت فعلا نظرية وكان منهجه النفس الاجتماعي أو لنقل العلم الاجتماع المعرفة، لو كان هذا فعلا يعني نافعا وأوصل الوردي إلى ما كان يتمناه وكان يتأمله، لما ترك هذا الميدان وغير منهجه واتجه نحو التاريخ وبحث عن يعني عن يعني عن التاريخ العراق وحاول أن يصل فيه لما بسبب الوضع السياسي وليس برغبة شخصية. نعم معروف. يعني أعتقد أن التبدل في المنهجية تنبني على أن يعني الباحث لديه اقتناع أن ما يبحث عنه لم يصل إليه بعد، ولذلك هو يعني يبحث عن يعني طرق أو طرائق جديدة للدراسة والبحث. شكرا جزيلا. إذن نستنتج أنه نحن بحاجة، إن سنحت الظروف، بحاجة إلى علي وردي جديد، باحث ومفكر وفيلسوف. هذا ما يحتاج الواقع العراقي والواقع العربي. وفي بهذه الملاحظة، وشكرا لك دكتورة نادية هنناوي على محاضرتك وعلى حضورك معنا،
وعلى مساهمتك في نشاطات منتدى الثقافة، ونتمنى أن نلتقي بك في محاضرة أخرى حول بحوثك الكثيرة ونتاجات الإبداعية الكثيرة التي لا تكاد تخلو منها الصحافة العربية والعراقية. شكرا لكم جزيلا أيها الأخوة والأخوات على الحضور. شخصيا ستكون لي محاضرة غدا مع منظمة ثقافية عراقية حول علم الجراحة والجراح العراقي وتاريخ كلية طب بغداد بعد 94 عاما على تأسيسها. ألتقيكم غدا في الساعة 6 بتوقيت بريطانيا، في الساعة 8 مساء بتوقيت بغداد. شكرا جزيلا وأهلا وسهلا بكم. شكرا دكتورة نادية. شكرا دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله. مع السلامة. السلامة.